مرحبا بكم في قناة أخبار الرياضة. تلقى مدرب المنتخب الكاميروني سونغ وكذلك رئيس الاتحادية سامواليتو ردود صادمة خلال تنقلاتهم إلى أوروبا من أجل إقناع بعض اللاعبين المحترفين الذين ينشطون في مختلف الدوريات الأوروبية من أجل تدعيم صفوف المنتخب الكاميروني تحسبا للمواجهتان المصيريتان ضد محاربي الصحراء يومي 25 و29 من شهر مارس الحالي من أجل حجز مكانة في نهائيات كأس العالم بقطر. وحسب آخر الأخبار من قبل إذاعة راديو سبور أنفو الكاميرونية والتي أكدت بأن مدافع نادي ليفربول الإنجليزي جوان ماتيب صدم مدرب المنتخب الكاميروني سونغ وكذلك رئيس الاتحادية الكاميرونية صامويل إيتو بسبب صراره عن قرار اعتزاله اللعب دوليا مع المنتخب الكاميروني، وقد أكد لهم بأنه لن يتراجع عن قرار الاعتزال باللعب دوليا مع المنتخب الكاميروني، مع العلم بأن سونغ وكذلك رئيس الاتحادية الكاميرونية كان يعلقان آمال كبيرة على مدافع نادي ليفربول من أجل تعزيز دفاع المنتخب الكاميروني خلال المواجهتان المصيريتان ضد محاربي الصحراء خلال شهر مارس الحالي. وشهد لك بأن هذا الأمر سيكون في مصلحة المنتخب الجزائري، خاصة وأن هذا المدافع القوي يمتلك إمكانيات بدنية وفنية كبيرة بالإضافة لخبرته الواسعة التي تساعده على قطع واسترجاع الكرات من مهاجمي فريق الخصم. وللتذكير كما قلنا فإن المدرب سونغ وكذلك رئيس الاتحادية الكاميرونية صامويل إيتو يتواجدان في أوروبا وتحديدا في إنجلترا من أجل إقناع مهاجم نادي مانشستر يونايتد أنطوني إيلونغا من أجل تدعيم صفوف المنتخب الكاميروني خلال المواجهتان المصيريتان ضد محاربي الصحراء، مع العلم بأن إيلونغا سبق له تمثيل المنتخب السويدي في الفئة الشابة. سلام.